بتهتم يوم الجمعه تحديدا بموضوع العربيات ده احنا الوحيدين اللي لازم يوم الجمعه وسوق السيارات وندور على الصفح او الجرايد اللي فيها البيع والشراء، فاحنا عشان كده عملنا الفقره. يمكن كمان علشان في، انت عارف حضرتك، في سوق الجمعه بتاع العربيات طبعا معروف ان دايما الناس بتيجي، كانت زمان بتيجي من المحافظات بتيجي للقاهره مخصوص عشان تبيع العربيات. والله ما زالوا، لا ما هو الموضوع اختلف دلوقتي علشان السوق الجمعه اللي هو بتاع مدينه نصر ده اتقفل خلاص، وبيتعمل طبعا سوق جديد وعلى يعني شكل عالمي اكتر واكبر واوسع، ويعني شبه مدن السيارات اللي موجوده بره يعني. فالموضوع اختلف شويه او هيختلف شويه في الفتره اللي جايه، بس هي الفكره موجوده ان احنا يوم الجمعه بنروح نبيع ونشتري. ما هو يوم الجمعه بقى عشان الناس بتبقى رايقه ويبقى الاسبوع خلص ومفيش شغل، فالناس بقى بتحب تدلع نفسها يوم الجمعه يعني. ده حقيقي. بس ردا على المقدمه بتاعت حضرتك، هل نشتري دلوقتي ما نشتريش دلوقتي؟ ده اهم سؤال، وانا بصراحه طبعا انصح كل الناس ان هي ما تشتريش دلوقتي خالص. ليه بقى؟ لسبب ان احنا عندنا في ازمه مصطنعه في سوق السيارات غريبه الشكل. مصطنعه طبعا يعني ملهاش وجود او ملهاش مثيل في اي حته في العالم يعني. وحضرتك طبعا والساده المشاهدين طبعا اكيد لاحظوا في الاسبوع اللي فات او الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا حمله رهيبه جدا من كل التجار وممثلي شعبه السيارات ورابطه التجار والحاجات دي كلها، عمالين بيخوفوا الناس يقولوا لهم ده في ازمه شرائح الكترونيه والازمه مستمره والعربيات هتغلى كمان 3 4 اشهر، وانزلوا اشتروا بسرعه دلوقتي واجروا دلوقتي عشان يروحوا يشتروا دلوقتي. والعربيات غاليه. الحقيقه طبعا العربيات مش غاليه، العربيات احنا عندنا في مصر ظاهره اسمها الاوفر برايس. الاوفر برايس دي يعني بالبلدي كده دي اتاوه، يعني هي مش موجوده في اي حته في العالم برضو غير في مصر برضو. ليه يعني حتى موجوده في مصر؟ مش بس دلوقتي من وقت ازمه الشرائح، دي موجوده في مصر من سنين يعني. من سنين اصل الكلمه دي بنسمعها طول الوقت، يقول لك انا ممكن انا في عربيه في بالي عايز اشتريها بس انا لو رحت اشتريتها دلوقتي هشتريها اوفر برايس. عشان تسليم فوري. عشان تسليم فوري. يا اما نروح نستنى بالدور بقى في التوكيل. بالزبط. بس يعني معانا ربنا بقى. يعني العربيات اللي هي بيستنوها بالشهور بالخمس ست شهور والثمان شهور، دي عربيات بقى زي الفراري واللامبورجيني، العربيات اللي هي بالملايين يعني. ودي بتبقى مثلا بالظبط، او دي بتبقى مثلا الشركات الكبيره دي مطلعه منها مثلا ايه نسخه مخصوصه 400 عربيه على مستوى العالم، 500 عربيه على مستوى العالم. عشان كده العربيات دي لما بتنزل الناس طبعا، شو تخيلي بقى كم مليونير وكم ملياردير في العالم بيروح يشتروا العربيات دي، فطبعا بتبقى في ويتنج ليست، فيقول لك لا انت في عندنا 1000 ملياردير عايزين يشتروا العربيه دي بس احنا ما عندناش غير 500 عربيه بس. فاعملوا ويتنج ليست 6 شهور و8 شهور. المصيبه بقى ان العربيات الصيني، العربيات اللي هي احنا بنسميها عربيات الاقتصاديه، عليها ويتنج ليست 5 شهور و6 شهور و8 شهور. طبعا دي ده شغل طبعا تعطيش. هل هي فعلا مش موجوده ولا ده مقصود زي ما قلت؟ لا لا لا، ازمه مصطنعه. العربيات موجوده ومتخزنه ومخبينها في المخازن، وزي ما كان بيحصل ايام حمله خلايا اقتصادي في 2019 لما حضرتك تفتكري اختفت العربيات فجاه والاسعار بتاعتها زادت، وبعدين يقول لك ايه العربيه دي بقى، تروح حضرتك مثلا المعرض تقولي له انا عايز العربيه دي، يقول لك يا كان نفسي والله بس للاسف ما فيش منها تسليم فوري. طب انا هاخد العربيه دي، يقول لك لا دي محجوزه خلاص. طب انا عايز استلم فوري، ممكن ايه اجيبها لك تسليم فوري، هشتريها من عند تاجر تاني بس هضطر ادفع للتاجر التاني ده 50,000 جنيه علشان يسلمها لي فوري. وطبعا هم بقى بينصصوا ال 50,000 جنيه ده ما بينهم يعني التاجر وما بين التاجر. وطبعا التوكيل برضو الناس اللي في التوكيلات والمسؤولين عن المبيعات هناك برضو بينصصوا معاهم. دي منظومه. بص يا استاذ محمد بيجيب لكم من الاخر. انا بس عايز بس اقول واللي احنا فاهمينه يعني اللي احنا فاهمينه واللي احنا عايشينه كلنا مقتنعين بيه، بس في ناس بتضطر. اللي مضطر ده عنده مشكله طبعا، اللي مضطر ده مشكله، وده الواحد بيكون المبلغ ده بصعوبه يعني، وده بصراحه اكتر حاجه بتصعب على الواحد. لسبب الناس اللي راح يدلع نفسه وعايز منجها ويشتري عربيه جديده علشان يبسط نفسه، ده خلاص ادفع يا سيدي بقى طالما انت مبسوط. بس انا اصلا ضد موضوع تعطيش السوق، يعني تعطيش السوق ده واختفاء العربيات من السوق دي حركه معموله يعني مش عايز اقول بالتواطؤ، ولكن هي بالاتفاق ما بين التوكيل والموزع المعتمد بتاعه والتجار اللي بياخدوا من الموزع المعتمد اللي هم السب ديلرز يعني. فالتوكيل بيشتري